استقالة وزير التربية ووزير التعليم العالي نايف الحجرف المفاجئة قوبلت بالرفض الحكومي من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وعليه سيعرض الموضوع على أمير البلاد يوم الأحد المقبل وفق ما أكده المبارك. وفي المقابل قال الوزير إن استقالته على خلفية قضية وفاة الطالبة نورة المطيري تأتي انطلاقا من مسؤوليته الأخلاقية والأدبية، موضحا أن المسؤولين بوزارتي الداخلية والصحة قد أكدوا أن الطالبة بمدرسة الوسطى المتوسطة قد توفت وفاة طبيعية، كما أشار إلى حرصه على معرفة ملابسات المأساة وتفاصيلها، مبينا أن نتائج تحليل العينات قد تستغرق 48 ساعة. كل طلبة الكويت هو مسؤوليتنا ونحن نتحمل هذه المسؤولية. أنا أحطنا سمو رئيس مجلس الوزراء من أول ما وقع الحادث وبكل معلومات، وكنا نزوده أول بأول، وأنا قدمت له استقالتي في اليوم. تحمل المسؤولية الأدبية والتزام الأدبي في هذا المجال، وأنا مؤمن أن كل طلبة الكويت هم أمانة في أعناقنا، معنيين نحن بتوفير كل سبل السلامة والحافظ رب العالمين. نطمئن لسلامة الإجراءات ونطمئن لسلامة التعامل مع مثل هذه الأحداث، ولكن في نهاية المطاف يبقى القضاء والقدر بيد رب العالمين. نحن نتحمل هذه المسؤولية، ومن منطلق من هذا المنطلق تقدمنا بهذه الاستقالة إلى سموه، مع كل شكر والتقدير للدعم اللي أحاطنا فيه سموه خلال الفترة الماضية، وأيضا الشكر والتقدير لجميع الأخوة والأخوات في وزارة التربية، وخصوصا الأخوان والأخوات اللي يمكن كانوا متواصلين في هذا الملف. ونسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله السلامة لأبنائنا وبناتنا الطالبات في كل مدارسهم إن شاء الله. اتصلت أنا بولي الأمر، وكما أفادونا الأخوان في وزارة الداخلية أن ما سجل في وزارة الداخلية هو حالة وفاة طبيعية، أعتقد رقم القضية قالوا لنا 116. أنا الآن بطلع بروح نزور ولي الأمر لتقديم واجب العزاء، وهذا الأهم. المصاب بالتأكيد لما يفقد الإنسان ابنه أو بنته هذا الشعور، يعني وإحنا كلنا أولياء أمور، كلنا آباء، وكلنا، فبالتالي شعور صعب.